جملتان لخصتا حجم الإنجاز، ثورة وكتاب وصنع في تشرين. إنجاز أدبي ثقافي يستقطب خيرة أبناء البصرة، سماه المؤسسون شارع الفراهيدي للأدب والكتاب. المشروع الذي تأسس عام 2015 ينمو بجهود ذاتية لا حكومية، ويطالب المعنيين بتدعيم بناه التحتية. أي اهتمام حكومي بالشارع لا توجد لحد الآن. إذا نتكلم يعني القائمة تطول ابتداء بالبنية التحتية لشارع الفراهيدي، الشارع يحتاج يعني كثير من الأشياء، توسيع الكشكات، بناء مثقفات، خدمة العراقي أو البصراوي بصورة عامة. طبعا هناك عندنا ضيوف من بغداد من محافظات أخرى يحتاجون إلى أشياء أخرى أكثر من هذا الوضع. مثلا أن يكون هناك نقاشات كثيرة، لابد أن تكون هناك نقاشات سواء في حالة الأدب أو الثقافة أو الشعر. ضرورة ملحة لإعلان المشاريع التي يحتاجها شارع الفراهيدي الذي ينافس شارع المتنبي برواده، بهدف زيادة الوعي بين أفراد المجتمع، ما يقلل ذلك من نسبة الجريمة والإدمان على المخدرات والابتعاد عن الأفعال السلبية بحسب ما يتحدث البائعون. كل ثقافة عندما تزداد راح يزداد وعي الشخص، وعندما يزداد وعي الشخص راح يبتعد عن شو نقول السلبيات، عن الجرائم، عن المخدرات. شارع الفراهيدي يرتاد عدد كبير من الشباب، هذا فخر إنه، هذا شيء حلو إنه إحنا نساعد. إحنا دائما خلال مشوارنا بالحياة نشجع، نقول أكو شارع فراهيدي بالبصرة بهذا فلان منطقة، تعالوا زوروه. بلا جدال هو يساهم في رفع مستوى الوعي وخفض مستوى الجريمة، ويساهم في زيادة وعي الناس ومتابعة السلطات والحكومات والاهتمام بحقوقها وانتزاع مطالبها عنوة إن لم يكن بالتراجع. زاوية ثقافية بحاجة إلى اهتمام حكومي لتساهم في زيادة معدل الإقبال الشبابي في هذا الشارع بهدف خفض مستوى الجريمة والأفعال السلبية. أركان تقي، قناة التغيير، البصرة.